مش كوبون هدايا من الاخير وصح مش كوبون شركه هالمره مبحبح مش كوبون هدايا من الاخير وصح مش كوبون شركه هالمره مبحبح جاوب عالسؤال وقول اريد الفوري وتاخذ طول جاوب عالسؤال وقول اريد الفوري وتاخذ طول خير ركز انت وصح صح مش كوبون وكيف العادة وضع جو جديد هالمرة غير شارك والخير بزيادة غيرنا الفكرة بالمرة تو حاجتنا ملموسة لا تشحوير وزر وحوسة كل شي يقبل ووضح مش كوبون هدايا من الأخير وصح مش كوبون شركة هالمرة من بحبح مش كوبون هدايا من الأخير وصح مش كوبون شركة هالمرة مبحبح جاوب عالسؤال وقول هريت الفوري وتاخذ طول جاوب عالسؤال وقول هريت الفوري وتاخذ طول غير ركز انت وصح صح مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم في حلقتنا اليوم من برنامجكم مش كوبون صحة طولكم وصحة شبتكم ورمضان مبارك على الجميع حلقتنا اليوم برعاية المركز الليبي الأوكراني 2 في منطقة الفويهات أكيد تحية بداية لكل مشاهدين ليبيا الحدث وتحية لكل العاملين بالمستشفى الليبي الأوكراني الفرع الثاني مستشفى الليبي الأوكراني أكيد كيف احنا شايفين كيف احنا عارفين عنده مجموعة كبيرة من أنواع العلاج ما بين عظام ما بين عيون ومشهور بأفضل دكاترة في أوكرانيا في العيون وأفضل دكاترة في العظام بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من التخصصات الطبية كيف الأطفال كيف الأذن والحنجرة وأشياء كثيرة مع بعضنا حنشوفها جوا داخل المستشفى لكن بداية نقدم تحية خاصة جدا للراعي الرسمي برامجنا وهو المركز الليبي لتقويم الأسنان شوفوا مع بعضنا كاميراتنا هدايانا بأجواءنا حنتقلوا داخل المستشفى الليبي نبدأ حلقتنا من برنامجكم مش كوبون هدايا من الأخير وصح مش كوبون شركة هالمرة مبحبح مش كوبون هدايا من الأخير وصح مش كوبون شركة هالمرة مبحبح بداية إن شاء الله كان عندكم بخير ورمضان كان مبارك وطبعا اليوم ما شاء الله هو المستشفى الليبي الاوكراني معروف انه في اوكران هم ليبي ليبيين واوكران الاوكرانيين احنا ما عندنا هنا اوكرانيين دكتور دكتور من؟ دكتور رستم دكتور رستم؟ ايوه دكتور رستم عظام صح؟ لا عيون 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 يجعن فيا دكتور عادي ديروا كاش مش وين ديروا كاش؟ دكتور شو اخبارك؟ الحمد لله دكتور شوكت دكتور شوكت عظام دكتور عظام ما شاء الله كلنا عظامنا يوجع فينا حتى هذا يا دكتور في مشكله هذا 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 سمين سمين في مشكله في الغضروف شو الحل هذا ضروري هذا فقط ينقص انقص فلازم تنقص شويه معانا طبعا سوريلا صح زي ما تسميها سوريلا شو اسمك انت سيستر تيريسا ميليندي نمريدا مارتي انت من وين اندونيسيا منين فلبين كلكم فلبين طبعا ليبيين مضينا على وجوهنا ان شاء الله عليكم منورين مع بعضنا اكيد مع شباب الاداره وشباب شابات الممرضات والدكاتره حنبدا اجواءنا اليوم. اول شيء حيكون معانا قبل ما اخش في مسابقتنا قبل ما اخش في اجواءنا احنا اليوم تعودنا عليها اليوم في مسابقات شويه لكن مش سهله مش واعره بس بدايه معانا ضيف اليوم ومعانا ولد من ابناء بنغازي فنان رائع موجود معانا اليوم داخل مستشفى ليبي الاوكراني حاب انه يشارك معانا او دعيناه باش يكون معانا في حلقتنا فنرحب مع بعضنا بالفنان فارس الصابر تحيه كبيره جدا له. فارس اول شيء كل عام انت بخير كل سنه وانت طيب ان شاء الله رمضان مبارك رمضان مبارك ان شاء الله ينعاد عليكم مع امه محمد بكامل ان شاء الله بصلاح البلاد وان شاء الله بانتصارات قوات مسلحه وان شاء الله يعمل الخير والسلام في بلادنا ان شاء الله اللهم امين اليوم فارس شكرا على تبيتك الدعوه واليوم نورتنا داخل مستشفى ليبي الاوكراني فرع الفويهات انت تكلمني من غير كلام نجيك حبيبي والله يشرفنا اكيد فارس صاحبي اخويا ويعني من الناس اللي نعتز بهم وقام في الفن قامه رائعه جدا طبعا رحب بالفنان فارس صابر نورتنا اليوم طبعا فارس عشان ما اخشش معنا في المسابقه وندهشو وتشرب وتاكل وندهشوك معنا فنطلب منك اليوم بدون موسيقى بعضنا حنغنوا أجوانا لو ربع يكون فلك المايك فارس وأمتع الحضور وأمتعنا المشاهدين بصوتك العذب لك مايك مسكة
شغلني لك بس شغلني لك بس. أول حاجة في سؤال، ما اللي خلاك عدة؟ ما فيش، ايش تنكد علينا معنا؟ هاي خلاني بروحي وعدة، رخاني في الشدة، جرح قلب حبة، قليل الخير نساهن خلاص أيامي، وباع بالرخيص أحلام، عشمني بكلامة وعدى للغير، سلمت قلبي أمانة، جازتني ليش بالخيان، ضحية غرامك ما عندك ضمير. نوري حمادي سلم حبيبي. والله الله عليك، الله تحية لك فاس، إن شاء الله على صوت جميل. فاس عندك المايك وخش على الناس وشوف مالي صوته حلو خليه يغني لنا. الله تو تحل اختبار هاي فك الله. هذه ليبيين أجانب مفتوحة اختبار معتقدين إن شاء الله. هذه حتى من فريق العمل. تمام. كفاز ولا اختبار. تمام. نسمع منه. ميوزك سونغ. يس. هلو. هلو كده. أي حاجة. خلاني بروحي عدة بالفلبين. أي حاجة. حتى بلاك واشيك حتى بلاك واشيك يوتكل الله نور. والله شكلها صوتك سمح. انت غني لي حاجه. يا ليلي ويا ليلى وش بس مشكيلك يما، وقالوا لي للا صعير في قلبي عمة. صعير من راجي انا؟ ستوب غني خلاص. يا ليلي ويا ليلى وش بس مشكيلك يما، وقالوا لي للا صغير وفي قلبي عمه، حب الدين ودير الفوق حب يقصوا لجناحي. انت شنو بسنونك هذين تعرف تغني؟ ها سمعنا عشي. امي جنة امي الشبعة امي حبي وكل حياتي وراح يما فدو امي حبي ويا قلبي. الله عليك. نسمع منك حاجة. غني لي حاجة. غني لي حاجة. أنا يبدأ وأنت بدأ. لا يرد معك. لا مش غدا. أنا يبدأ وأنت. أوكي. حبيبي يا نور العين يا ساكن حيالي. الله. الله عليك. فنان. تحية لك. قلت لك فارس اليوم لعب فيه بغناوي علم علي عزيز علي قديم معقب جهد. تحية الفارس أكيد ما شاء الله عليه. فارس زحكم علينا في الاختبارات. ما زال لما نقول واحد اثنين ثلاثة ما اللي يفتحها ويشربها يكملها قبل الآخر. فم واحد مرة واحدة اسمعي مش سوية مرة واحدة هكي حتى فمي نازل بادي. تمام؟ لا أنا عندي سكة ما عندي سكة ليش هذا الشيطان؟ تمام؟ مش سوية قولي بسم الله فم نزل فاضي. تمام؟ واحد اثنين ثلاث أديها يا دكتور شوكة رستم فم واحد يلا أديها قازولة تديك تراوة صفقولة وين؟ معقولة وين يا دكتور؟ تحية الانتصار أعلى تحية بسم الله دق البنتك باللورة سميرة دكتور شوكة ما شاء الله دكتور رستم بالهون وين ما فيش جهد؟ على الاحترام على بنات ديما البنات سريع تحية دكتور رستم يا شباب تحية لك كبيرة جدا.
خليك خليك، احنا قلنا ما عندنا حد خسران في برنامجنا، تمام؟ هذه كوشتك في رمضان عاد فاتكين عاد بوريك، خلي هو حمد بن غادي منتفخ، خليه ينتفخ بزياده، تمام؟ لك معنا ايضا مجموعه هدايا عباره عن بشكوط هلا شركه مهاب الصناعات الغذائيه، ومجموعه مواد تنظيف شركه لميس. اما دكتور شوكت، دكتور شوكت شنو نعطوك؟ انت ايش رايك يا دكتور شوكت؟ دكتور شوكت شاطر ما شاء الله عليه، حنعطوه بما انه هو شرب القزوزه، حنعطوه مجموعه مشروب من شركه العين مواد غذائيه للمياه المعدنيه والمياه الغازيه، تمام؟ حنعطوك مجموعه بشكوط هلا من شركه مهاب الصناعات الغذائيه، ومجموعه مواد تنظيف من شركه لميس مواد التنظيف. شكرا جزيلا. اما بنيتنا شو اسمك انت؟ سميره. سميره طبعا سميره شاطره. سميره انت حنعطيك هديه، تمام؟ بس هديه حلوه. مالك مال هذينا؟ لكن قالوا لي امك قالت لي انك انت شنو في حوش مش طيبه، صح؟ صح ولا لا؟ لا. يعطيني اي وصفه، اي وصفه تطيبك على السريع. اه اولاد اولاد الوز عواب. طيبين ايش حاجه على السريع؟ كيف شنو؟ هيك تخش على قسم من اول ما تقدر تبرم. غير السؤال. لا مش هيك. هذه هديه بتاعك عباره عن نقال من محل مشتري الادوات المحموله. تمام؟ نقال مع كفرات وشحن ويد ببجي والدنيا متقلعه، تمام؟ الف مبروك، حنعطوك هديه عباره عن مجموعه شوكولاته نوغا وكي شركه ميار في مدينه بنغال، تفضل يا دكتور. شكرا دكتور بارك الله فيك، اكيد ما زلنا معاك متواصلين، ما زلنا معاك في برنامجنا من داخل مستشفى ابن لوكان 2 في برنامجنا مش كوبون. مش كوبون هدايا من الاخير وصح، مش كوبون شركه هالمره مبحبح، مش كوبون هدايا من الاخير وصح، مش كوبون شركه هالمره مبحبح. حقتنا معاكم اليوم مزات مستمره مشاهدينا الكرام من داخل المستشفى الريف الاوكراني فرع منطقه الوفيهات الفرع الثاني اكيد، وكما قلنا لكم ان المستشفى معروفه بافضل دكاتره في العيون والعظام والاطفال واذن والحنجره ومجموعه كبيره من التخصصات الطبيه، ايضا فيها مختبر وفيها صيدليه لجميع ما تبيه موجود داخل مستشفى الريف الاوكراني الفرع الثاني في منطقه الوفيهات. اليوم حلقتنا معانا كما قلنا الكادر اللي هو اللي يخدم داخل المستشفى ومجموعه من الحضور. هذا افتح من توه منصور. منصور مازال يا منصور. من يرن عليك؟ المدام قلها مازال عندنا برنامج. يلا واتين. هنبدو واحد اثنين ثلاثة نبيها في فم واحد. الكيكة هذ حتى انت باهي في فم واحد يا عبيدة. هاي نبدأ. افتح ورقة هوت فم واحد اثنين ثلاثة. اديها الكيكة. الله اكبر اهيا احلى تحية لك ما شاء الله عليك. طب قولها. أعطوها مي، أعطوها مي. جيب الكباب. الغصب حاجة تانية. هاي قال عباك علي بن غزي. عباك وين؟ ما زال تفتح أنت. بسم الله دقوها دقوها من الله. حيوها حيوها تحية كبيرة تحية كبيرة هاك. ها صحة 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 صح. اسم حضرتك؟ بسمة محمد خليفة. بسمة شو وشيك العام أنت بخير. رمضانك مبارك. أول هدية لك معنا مجموعة مواد تنظيف شركة لميس لمواد التنظيف، مبلغ مالي مقدم من شركة مهاب الصناعات الغذائية بشكوط هلا. ألف مبروك. حويجة إيش حالك؟ الله يسلمك الحمد لله. رمضان معك؟ سلمك الحمد لله. رمضان حوسة صح؟ إن شاء الله. يبي تنظيف يبي مواعين. إن شاء الله سلمك. شو أكثر شيء يضايقك في رمضان؟ حوسة الحوش، إيش أكثر شيء يضايقك في رمضان؟ الحمد لله. كل اللي على قلبك كيف الحال؟ الحمد لله. تطول في عمرك. أنتم طيبين إن شاء الله. إن شاء الله. صلاح الله. بانتصاراتنا ان شاء الله وتحرير البلاد ان شاء الله. اللهم امين. لكن اليوم معنا هديه مجموعه مواد تنظيف من شركه لميس مواد التنظيف، ومبلغ مالي من شركه تالا للسفر والسياح. تفضل يا حويجه. اسمك انت؟ تريسا. تريسا يا تريسا انك انت شاطره، حنعطوك مجموعه شوكولاته من شركه الاميره. عفوا. انت شو اسمك انت؟ نمريلا. 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 شو اسمك؟ مريدة. لا شنو؟ نمريدة. نمريدة كيف مريدة بس متدلعة شوية. مجموعة هذه قهوة من على البن. ألف مبروك. بتعرفوا عليك؟ أما شخبا أما بزت شارقة أما دقيها من الله وسعديها لا إله إلا الله. شو مازال عندنا يا أمل؟ هنعطوك عبارة عن مبلغ مالي مقدم مختبر الأكيد التحاليل الطبية. ألف مبروك. أبدأ فيك صحة إن شاء الله. بارك الله فيك. تفضلوا. أنت خذيته؟ فيش يغني ترزق عليه. يغني فيها كلمك يا عيني. هاي غني المدير بتاع انت قال انت تغني فيها. غني هاي هاي غني مع تغني معي كله منك كله منك.
حي كله مني كله مني كله مني يا عيني كله مني كله مني عيني ودتي عزيز تحنك تسك لا سنني. تحية لمحمد، تحية له ما شاء الله عليه. محمد حنعطوه هدية، حنعطوه مبلغ مالي مقدم من شركة مهابس صناعة غذائية بشكوط هلا. يلا هاي ألف مبروك، أعطيك الصحة والكمال الاجتماعي. نور صحيح مش كوبون هدايا من الأخير وصح، مش كوبون شركة سهل مرة مبحبح، مش كوبون هدايا من الأخير وصح، مش كوبون شركة سهل مرة مبحبح. شو أخبارك؟ والله تمام. ألف لباس عليك. واليوم شو تقول لك مشاهدين اللي بحدث في برنامج مش كوبون في شهر رمضان المبارك؟ كل سنة وهم طيبين إن شاء الله. ما لي تحيي اليوم برمضان الجميع بدون استثناء. ربي يحفظك. الله يسلمك. قول لي كيف شفت اجواء رمضان السنه في بنغازي؟ كيف شفت استقبالنا عشر الفضيل؟ والله ان شاء الله خير. لا تمام الحمد لله. الله يبارك فيك. انت بخير. اعطوك هديه من برنامجنا عباره عن مجموعه مواد تنظيف شركه لميس مواد التنظيف. بارك الله فيك. يا سيدي خلينا نعطوك غنوه على السريع كذا. لا نبوع على البطيء. لا لا على السريع. مواجدات. لا على السريع. ده وحده ده وحده. ما تسمعش بعيد بلادي بس. علي ما دريت العقل عبد صليب ما بال غيرهم. صلى عليك طولنا في عمرك ربي يحفظك. نبو زيارة نبو زيارة أنا ثانية صراحة عندي قماطر. أنا قلك 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 بوحدة والله تو شنو نقول لك اللي جي على الخاطر هاي. ها والله خاطر شنو نقول لك خاطر عقديب. لا 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 جديد؟ لا جديد ان شاء الله. خلينا نذكر لك شي وحده كذا. ما شاء الله شو العالم. لا يا سيدي زوين. خل ارقد عليك. فكر في الجديد دونك. دونك فكر في الجديد الراجل. هانوا بلا سيات. هانوا بلا سيات. وصار غلا ما هو غلانا الاول. حيح عليه حيح عليه حيح عليه. طول لي عمرك ان شاء الله. احنا رانا من هذه اللحظه رانا داعيين ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. نشرف مدينه قميص بلاد النعناع الناس الطيبه والبنه الطيبه وهل هالكرم. ربي يحفظك. لكن معنا اليوم هديه عباره عن بشكوط هلا من شركه المصادر الغذائيه ومجموعه التنظيف شركه لميس. ان شاء الله كلامك خير. ان شاء الله باذن الله. هذه عباره عن دوره لغه انجليزيه متكامله من الجامعه الليبيه للعلوم الحديثه في شارع المكتبه. وضع عبارة عن وجبة غداء أو عشاء شخصين في بالا. حي علي بالا وكل بالا في فرع سيدي خليفة. تمام صلى الله عليه خير. يلا أعطينا. بسم الله الرحمن الرحيم. بقدوم شهر رمضان المبارك نحب نهني كل الشعب الليبي وأسرتي ونقول لهم كل عام هم وهم طيبين إن شاء الله، ويعاود الله سبحانه وتعالى على ليبيا كلها بالخير واليمن والبركات. اول حاجه بما انك انت معنا اليوم، هذه عباره عن وجبه غداء وعشاء شخصي مطعم صاطي للمشويات في طريق المطار. هذا عباره عن كوبون شراء احذيه من محل شنين في حي شهداء الزاويه. تمام. هذه عباره عن جلسه تجميل نسائيه من مزين المراه الشرقيه للتجميل في منطقه شبنه شارع الزيت. شكرا لك. بارك الله فيك. كنتم هاي 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 الزوني من القناة يا ليت. مش كوبون هدايا من الأخير وصح، مش كوبون شركة سهل مرة مبحبح، مش كوبون هدايا من الأخير وصح، مش كوبون شركة سهل مرة مبحبح. لو شفت قلوب الناس صفن ملاها ودو رحمة وحن، يبقى خلاص الدنيا صيا. لو شفت الخير في أيام رمضان وحاجات حلوة أشكال والوان، يبقى خلاص الدنيا صيا. نور حمادي. الدنيا صيام وكل عام بخير يا فارس. ربي يحفظك هالصوت ونورتنا اليوم في حلقتنا من ليبيا الاوكراني. وان شاء الله يا ربي كل عام وانت بخير وسلام. يا شرف لي استضافتك وانت ديما مكبر بينا وديما جيم قدر مع بنغازي ومع كل الناس. ان شاء الله نشوفك في طرابلس قريب ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين وشكرا يا محمد على اللفته الجميله اللي منك. نورتنا فارس اليوم واكيد نحن نشرف اليوم وجودك معنا في حلقتنا. فلك منا هديه بسيطه هي مش قدرك، لكن تموين رمضان متكامل من السوق الممتاز.
ممتاز وشركة برنيق ودار غذاء المواد الغذائية ومجموعة مواد تنظيف ومجموعة غذائية من شركة لميس للتنظيفات ومهاب صناعة غذائية. هذا مش قادرك فارس، ولكن هذيك مش رمضان شنو كنت حقي بسكوت تذكرني وفرح العزيز وفرح العزيز ربي يخليك ان شاء الله وان شاء الله كل عام وهي بخير. بارك الله فيك وشكرا محمد وانت والشباب والناس اللي قاعده تتعب معك بجديات شغل حلو وافكار جديده وكاشكاش وكبون والحركات السمحه. تو مش كبون، تو مش كبون، هذه رساله منك منك ان شاء الله ربي. تو تقول لك ما اقول لك بشنو مش كبون بشب الدير، قول له مش كبون بشنو يقول لك يدوخ نزيك حتى انا حسيت روحي دايخ مش كبون. ان شاء الله ربي يحفظك حمادي مش غريب عليك تعلق قسم بالله ان شاء الله ديما طيب. نور فارس تفضل حبيبي. اكيد تحياتنا للفنان فارس صابر وتحياتنا لكل مشاهدينا الكرام وكل من معانا عبر لي بالحدث. ميعادنا جدد بكم باذن الله تعالى كل يوم في مكان. اليوم فارس كان معانا منورنا دائما بإطلالته الجميلة، أكيد حنسمع بعضنا أعمال فارس دائما حاصلين على قناتي بالحدث. في الختام نشكر فارس، نشكر جميع الموظفين في الليبي الأوكراني 2، نشكر كل مشاهدين بالحدث، شكر خاص لراعي رسمي برنامجنا المركز الليبي لتقويم الأسنان. إن شاء الله رمضانكم مبارك، ميعادنا أمتى؟ بكره يوميًا. بكره بعد بكره رمضان قاعد كل يوم على الفطور، يا تطير النية يا ما تكمل معي الحلقة. خلاص هو الفطور قريب أظن خلاص ميعادنا بكره إن شاء الله، رمضانكم مبارك. السلام عليكم. أيوة خلاص. يجدد بكرة ملقانا عالخيل إن شاء الله موعدنا، شركة ما ينسى حبنا ديما الحب معودنا، ما من خير يراجي فيكم كل الود نرحب بيكم، الخير غلب والكل رابح. مش كوبون هدايا من الأخير وصح، مش كوبون شركة هالمرة مبحبح، مش كوبون هدايا من الأخير وصح، مش كوبون شركس هالمرة مبحبح. جاوا مع سوار وطول هذي تنفوري وتاخد طول، خير ركز انت وصح صح.